إن جد في الطلب ويؤكل وهو طويل شوية يمكن يتفهم بعد ما أقوله كله. ويؤكل أحيانا طبيخا وتارة قليا ومشويا إذا دس في اللهب، وليس له لحم وليس له دم وليس له عظم وليس له عصب وليس له رجل وليس له يد وليس له رأس وليس له ذنب. ده ملوش حاجة خالص دي أفندم؟ لا دي ألغاز دي. شيء من الطير. إيه اللي من الطير؟ اللي ملوش ملوش رجلين ولا ايدين ولا راس ولا ديل ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا عصب. يا وطير؟ أيوه ده حاجة صعبة. شيء من الطير. شيء من الطير. البيض. البيض نفسه. مش البيض شيء من الطير؟ هو شيء من الطير. ومالوش حاجات دي مش كده ولا ايه؟ مفيش لحم؟ لا مفيش فيه لحم. البيض فيه لحم؟ عمال السفر بتاعه ده اكيد. طب انت بتحب البيض يا استاذ رامي؟ الوقت ما باكلوش خلاص. ما تفكرناش بيه. طيب بمناسبة مثلا البيض، تقدر تقولي كلمة ابيض ممكن ندخلها في كم كلمة في التعبيرات العامية؟ يعني مثلا واحد قلبه ابيض، نهار ابيض، نهار ابيض وقلب ابيض، وكمان ابيض وحجازي. ابيض وحجازي؟ اه ده ايه ابيض وحجازي ده؟ جورج ابيض مع سلامة حجازي عم. طيب استاذ رامي احنا هنسمعك مزيكا وتقول لنا دي ايه، تحاول تفتكر كده. هو قديمة أو ما أنت فكراني ولا نسياني؟ ده صح طبعا. طب واحدة تانية تعجبك أنت فكراني أول يا أستاذ رامي؟ كل أغاني ممكن شو تعجبك. طيب واحدة تانية. لا دي عبد الوهاب موسيقى زينة والله زينة. طيب احنا متشكرين قوي قوي يا استاذ. عفوا يا حبيبي. متشكرين خالص. انا سعيد جدا. الفارسة اللي قدامنا دي الفنانة اللي كلكم بتحبوها لانها فنانة انسانة، السيدة تحية كاريوكا. ست تحية أفندم، أنا عايز أسألك في سؤال طبيعي قوي. يمكن السؤال ده، تفتكري ليه الإنسان بيرقص عموما؟ يعني مش الإنسان المصري أو إنسان أي دولة، وإنما الإنسان كإنسان. الإنسان إذا رجعنا من أول البداية، أي فدايما الواحد يعبر عن شعوره بالرقص. أي لانه في البدائيه ما كانتش اللغه متوفره. فدي حاجه غريزه. يعني تفتكري ان الجسم اقدر على التعبير من اللغه؟ بالظبط. ليه؟ او امثله على كده يعني؟ لانه ساعات الفرح او الحزن بيخلي الواحد ما يقدرش ينطق، فبيعبر دايما او بالايدين او بالرجلين. افتكر احنا حتى لغايه دلوقتي بنعبر بوشنا ساعات. بالظبط. في لحظات الغضب او الاشمئزاز او بايدينا كده واحنا بنتكلم، وخصوصا الشرقيين او المصريين بالذات، يعني اما يبقوا حزنانين يعملوا. ده صحيح. طيب يا ستي، وانت صغيره كنت بتتوقعي انك تشتغلي راقصه؟ لا ابدا، ما كانش عندي فكره ابدا ان انا اشتغل راقصه،
انما اهو الحظ او القدر سميه زي ما انت عايز. أي. انما كنت اتمنى ان انا اشتغل في الطب. تفتكري عملك كراقصة يعني طبع شخصيتك بطابع معين؟ او يعني اقدر احط السؤال بطريقة تانية، هل الرقص بيمنح الانسان خلقيات معينة؟ ايوه، الفنان عموما أي. بيبقى حساس وانسان، ده اذا كان فنان حقيقي، يعني بتبقى الانسانية فيه غلبة على كل صفاته، يعني بيجد نفسه اخ لجميع البشر مثلا او صديق لهم، ويحب انه يبقى صديق الكل، والفنان يحب السلام دايما، يعني يحب يسعد الناس. ما هوش عدواني، ما هوش شخص عدواني. لا يعني ما افتكرش انه عدواني ابدا، لانه مش من طبيعة الفنان انه يكون عدواني. الحقيقة مفروض ان الفنان في المجتمع بيؤدي رسالة ضخمة، فهو باندماجه في المجتمع وخلال فنه بيساعد على تطوير هذا المجتمع وعلى حل مشاكله وعلى خلق قيم جديدة في هذا المجتمع بتكون رائد له او كقوة دافعة للامام. يعني بالضبط، لانه ده المدرسة، وفي كل الشعوب المتقدمة المسرح هو المدرسة اللي بتوجه الشعب. ده صحيح، والفنون عموما يعني. والفنون عموما. ممكن تقول لنا حكاية رغبتك في التبني، في تبني اطفال من الملجأ، يعني مبعثها ايه او سببها ايه؟ الجمهورية كانت بتنزل طفل متصور وبيسألك هل تتبناني؟ فيوم قريت الحتة دي اللي بتتكتب وبصيت لقيت نفسي بعيط، فروحت شفت الملجأ، وانا هناك بقيت اتمنى ان يكون عندي فلوس عشان اخد كل الولاد اللي هناك. لانه ما عندكش فكرة، اطفال ابرياء ما عملوش اي ذنب. انا ما اعرفش شعوري كان. والله اي بني ادم انسان يعني لانه للاسف الانسانية مفقودة الايام دي، والناس المدنية خلتهم يبقوا زي المكن. فانا مجرد ما شفت الاطفال دول ما اعرفش كان شعوري ايه، اللي انا قدرت ان انا افتكر اقدر اساعدهم، فقلت اخد بنت وولد. في الاول وافقوا او بينوا لي انهم وافقوا، وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل، لغاية دلوقتي ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني تصور ان انا بعتولي جوابات ناس بيدوني اولادهم، انما انا هي مش حكاية ان انا اتبنى اي اطفال، انا قصدت بالذات دول، لانه دول هيطلعوا مشردين اكتر من اي حد تاني. الحقيقة حاجة مؤسفة ومؤلمة جدا ان تكون يعني نظرة القانون الى مثل هذه المسائل نظرة جامدة كده صخرية، فيقف حائل دون هذه المشاعر الطيبة، وانها يعني تكفي ناس بالخير هم في حاجة اليه. على حاجة فعلا يعني. ان شاء الله دي يعني احنا في تقدم. ان شاء الله يبصوا للفنان والفنانة احسن من كده، يعني ده اللي اتمناه. طيب يا ست حية، انت يعني خدت الناس معاكي زي ما انت شايفة كده في جو في شيء من التأثر. انا اسفة. معلش. والله. طيب بالمناسبة دي ازاي ممكننا نتطور بالرقص الشرقي في رأيك؟ يعني ايه اقتراحاتك بعد خبراتك؟ يعني اولا لازم الحكومة تعمل لنا معهد حكومي. اي. يشرفوا عليه ناس دارسين هذا الفن. وافتكر اننا احنا عندنا شبان صغيرين طالعين عندهم المقدرة انهم يتطوروا بالرأس الشرقي بتاعنا اللي هو الرأس المصري، بلاش نسميه الشرقي لانه كلمة الشرقي دي هي اللي لخبطته. طبعا الرأس بتاعنا خليط من كل بلاد حكمناها او حكمنا منها، احنا لازم نعمل رأسة شعبية
يرقصها شابات وشبان في اي حتة وتبقى رقصة بتاعتنا مصرية، رقصة شعبية فيها الفولكلور المصري. ودي سهلة قوي لانه احنا رقصنا اللي بيرقصوه في الصعيد مثلا او في اسكندرية، يعني بعض المدريات او البلاد اللي ليها طابع حلو، تلاقي مثلا الاسكندرانية ليهم رقصات في الزفاف جميلة جدا. الصعيد كل مديريات الصعيد ليهم كل مديرية رقصة، ده صحيح، فده يتاخد ويتهذب طبعا ويتعمل منه رقصة شعبية زي لبنان مثلا، زي الجريج، الرومان، الهونجرواز، الروس، كل الجماعة اللي عندهم رقص شعبي يعني بتاع البلد نفسها. في عمل أدبي قريتيه وتتمني انه يتعمل في السينما؟ والله في كتير. ايوه، اللي تتمني يعني انه يتحقق على الشاشة المصرية ايه؟ من الادب الروسي القديم لتولستوي، الحرب والسلم. ايوه، والماكسيم جوركي الام، واتمنى اني انا اشتغل دور الام لانه احسن رواية قدرت انا احس بيها، او لاناطول فرانس تيس الراهبة. أيوة، ودول أفتكر مترجمين بالعربي وبيتباعوا. أنت زمان يعني تعرضت لمتاعب معيشية؟ يعني الفنان في مصر ملاحظ أنه ما بيصلش إلا بعد ما يمشي مشوار طويل على الشوك، فهل أنت مشيت المشوار ده فعلا؟ مشيت، ومشيت حافية كمان. أنا كنت باخد 3 جنيه في الشهر، كنت ببعت للمرحومة نينا 1.5 جنيه وبعيش أنا ب1.5 جنيه بس يوم الحد أكل لحمة، وبقيت الأيام طبعا الفول، أو كنا بنتشارك فنانين يوم الماتينيه كل واحد يدفع 3 ساغ، وعم خليل الماشينيست يعمل لنا حلة عظم. هو كان بيسميها لحمة. فتأكد كنا عايشين كويسين قوي، يعني كنا سعداء لانه الواحد كان عايز يعيش، عايز يوصل بأي شكل من الاشكال. طب هسمعك بعض مقطوعات موسيقية. أيوة. كل واحدة منهم فيها اسم من الاسماء وتقول لنا دي ايه. طيب. ده سرق المعزة. ده مين هو بقى عشان نعرف الاسم؟ حسن ابو علي. حسن ابو علي سرق المعزة. والمعزة؟ والمعزة بيضة بيضة. طيب. طيب واحدة تانية. جرب يا عويس وتعالى. كمان يا بهية وخبريني. يا بهية وخبريني صح؟ يا حسن يا خولي. يا حسن يا خولي. لسه كمان أسماء؟ هو لسه. عزيزة. طيب برافو. ودلوقتي الجمهور كله اظن يعني يحب يوجه تحية للست. تحية. شكرين جدا. شكرا والى اللقاء.